دلوقتي نروح لمراسلنا كريم احمد من مقر اقامه فريق النادي الاهلي عشان نعرف من خلال لقائنا بيه اخر كواليس الفريق قبل مباراه الاتحاد السكندري. كريم صباح الفل عليك وسامعينك، عندك ايه تقول لنا؟ صباح الفل عليك طبعا زميلي العزيز كريم، وصباح الفل على زميلي العزيز نهاوند، وصباح النصر ان شاء الله على كل جمهور النادي الاهلي باذن الله. النهارده يعني كلنا تفاؤل وكلنا ثقه كبيره ان شاء الله مع لعيبه النادي الاهلي، يكون النهارده يوم تتويج لبطوله لقب بطوله الدوري العام رقم 42، ويكون كمان 74 نقطه. النادي الاهلي ان شاء الله مع حصوله على لقب بطوله الدوري العام هيكون 74 نقطه، 74 نقطه دي بتمثل شيء كبير جدا لكل جمهور النادي الاهلي، وهو طبعا يعني شهدائنا طبعا الاكيد ذكراهم اكيد متواجده معانا في كل خطوه في كل مباراه. لكن ان شاء الله النهارده كل الظروف تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي النهارده اداء ونتيجه، والهدف هو واحد، هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي كالعاده. طبعا متواجدين في فندق الاقامه بننقل الكواليس والاجواء الخاصه به فريق النادي الاهلي قبل هذه المباراه. النهارده طبعا اليوم الاعتيادي لفريق النادي الاهلي، الفطار الصباحي طبعا بيكون 10 صباحا، وجبه غداء تكون 2 ظهرا، المحاضره الفنيه الاخيره طبعا بتكون الساعه 7 ل 5، ما تستغرقش غير 5 دقائق. معودنا مستر ني فايلر بتكون المحاضره الفنيه الاخيره هي 5 دقائق، بيحط فيها الرتوش الاخيره بقى للتشكيل، التعليمات الخاصه به لاعبي النادي الاهلي لتنفيذ كمان جمل تكتيكيه اللي ان شاء الله بنتمنى نشوفها النهارده. النهارده فريق الاتحاد السكندري فريق مميز جدا، عنده مدير فني اكثر من رائع كابتن طلعت يوسف، فاكيد محتاجه جهد كبير من المدير الفني مستر ريني فايلر، وايضا كمان من لعيبه النادي الاهلي. زي ما باكد لك اقول لك الاجواء هنا داخل فندق الاقامه اجواء رائعه جدا، الهدوء طبعا هو هنا الشيء اللي بيميز فندق الاقامه، وده اللي بناكد عليه كل مره. اما في اختيار لفندق الاقامه بيكون جيد، بيساعد لعيبه النادي الاهلي بيكون تركيزها فقط لغير في هذه المباراه. حاله اللاعبين المعنويه مرتفعه بشكل كبير جدا، تركيز كبير النهارده ان شاء الله يشوفوا في هذه المباراه. كنا بنامل ان يكون في عدد قليل من الجماهير، جمهور النادي الاهلي بيكون مختلف بشكل كبير جدا في المباريات، لكن بنتمنى الفتره اللي جايه يعني بقى مع انتهاء الكورونا اللي يعني عامله ازمه كبيره جدا مع الجماهير ومع حضورنا ومع الاعضاء وكده تنتهي تماما ان شاء الله، ويعود الجمهور مره ثانيه للمدرجات ليؤازر فريق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله يكون يوم نصر ويوم سعيد، ونكون فرحه كبيره النهارده لكل جمهور النادي الاهلي، ويحصل النادي الاهلي على لقب بطوله الدوري العام رقم 42. جميل، احنا بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الأهلي.